مشاهدينا الكرام، مجد لله. نستقبل كمان اليوم بحلقتنا الدكتور ألبير عقل، المهندس يلي شارك بمشروع من أهم مشاريع العالم اللي بعد منتظرين أنه يتحقق بيوم الأيام، هو ربط الجسور ما بين الكوكب الأرض كله سوا، وهو جسر يربط ما بين روسيا وأمريكا. وشفنا ضخامته وعظمته وقديش من الخيال الإنساني تحقق فيه. إنما هيدا بداية حلم، مثل ما قال المؤسس تبع الجسر تي واي لين، وقال إنه بدون رؤية بيهلك الشعب، فالرؤية بعد أساسية ومهمة، وهذه كلمة موجودة بكتاب المقدس. اليوم كل ولد له حق يحلم، وكل شاب له حق يحلم. دكتور ألبير حلم وتي واي لين حلم، وحطوا هالحلم على ورق. بنموت نحن ونترك العالم، ولكن الورق بيبقى للأجيال. وقديس البابا فرانسيس من أول مشواره ركز على كلمة للشباب، بيقول له نحلمه، لأنه حلم اليوم بصير حقيقة بكرة. من هالمنطلق هيدا بدي أرجع أتوجه لدكتور ألبير، صاحب الخبرة الكبيرة بالعالم وببناء الجسور وببناء العيلة وبناء العلاقة، ومشهد له بالعيلة بالمحبة لكل العيلة، وبالتوجيه العاقل والرشيد للأجيال تبعولنا. بدي أسأله رأيه بهالموضوع، حتى من فكره الهندسي بالذات كيف بيشوف النقاط. دكتور ألبير أهلا وسهلا فيك، برجع مجدد. أهلا فيك أبونا. وسؤالنا اليوم بنحط بنقوله بنغط على الأرض من خلال المعطيات، نشوف كوكبنا الصغير اللي هو العيلة، واللي كل إنسان مثل أفضالك أحلمته وأنا أحلمته، بس نكبر شو بدنا نعمل؟ وبعدين الحلم بصير شوي شوي يتجلى قدامنا، وكل واحد عم بيصير ببلاد، وما حدا ترك بالعمر، ترك الحياة بالحلم يلي بلش وعمره 14 سنة. صحيح. فبناء جسر العيلة وحلم العيلة وترتيب العيلة، شو بتشوفه من فكرك الهندسي، وقديش في عنا خيرية فيه يعني وصلاح، وقديش في خطر علي وعم نعيش هالخطر منه؟ الخطر اللي بشوفه أنا بالعائلة للعائلة هو تفكك الروابط العائلية الحديثة. عم نلحق نحن بركب الغرب، منقلدهم بكل شيء، وحتى باستقلالية الشباب والبنات، طبعا جيل الشباب عن جيل الكبار. هيدا اللي عم بيساهم بتفسيخ التركيبة العائلية، وهيدا اللي عم بخلينا نتطلع انه نبني مأوى للعجزة. يلي وقت انا كنت ولد كانت نادرة، الا للي ما عنده ولا ولد ولا تلد. هلا في هلا بتقلي رؤية، دايما ببلش الانسان برؤية، نعم، وبده يمشي فيها، واذا غلط بصحح. وبي نعم. العائلة هيك، ما في بي عائلة أو بي وأم بالعائلة بيعملوا مخطط لعائلتهم كله صح، بده يخطوا. نعم. وبعدين بيصححوا، لأنه عم بيصححوا لصالح عائلتهم وكذلك الوطن. إذا ما بنتحرك ما بننجز، لازم نحرك ونصلح تحركنا وأخطأنا بالحركة. إذا هندسياً بتقول حضرتك، واللي بتشتغل دائماً بالهندسة مع جروب، إذا ما كان في وضوح رؤية ووحدة رأي حول المشروع، ما بيجمد المشروع وبتقولوا ما فينا نعمل شيء. حتى مشروع العيلة، إذا يمكن اثنين غرموا ببعض وحبوا بعضهم، ولكن بس تزوجوا وعم بيفكروا المشروع اختلف رأيهم عن بعض، هيدي بدها تتدخل إما وهيدي بتتدخل، أيوة، فبصير في خلاف بين العريس والعروسين. المخطط الهندسي بده يحطوه، كيف تنصحهم ان يشتغلوا عليه؟ هالمهندسين ما عندهم هالموضوع، هيدا بشغلهم، هيدي اشياء اجتماعيه. لسوء الحظ وقتها تكتر الطبخه، بيكتروا الطباخين بينزعوا الطبخه. عم تقول بتتدخل امه وبيتدخل بيها وبيه وامه، هيدي بتنزع الامور. لا، لازم العائله تكون البي والام هن يخطوا سياسه العائله، واذا بيحتاجوا لرأي آخر يشوفوا عائلتهم أكثر، مرشد روحي، طبيب نفساني، بس إنه تتفسخ العائلة هيك لا.
مش مظبوط. اذا قيمه الكبير مثل ما بيقول المثل، ما عنده كبير يشتري كبير، صحيح، هيدي بتصر على المحافظه عليها. اكيد. اذا الكبير والشوره نستشير، ثم القدوه، انه يعوم بدي اقول له للصبي بدك تطلع مثل بيك او مثل امك. اذا صوره القدوه البي او الام هشموها لبعضهم بعض، مثلا البي بهشم صوره الام، والزوج الزوجه بتهشم صوره البي بعيون وعقول الاولاد او الست والجد، هيدي كمان حضرتك عشتها وشفتها بالصين وبعض البلدان انه متمسكين فيها، انه كتير. القدوه ما ممكن نتلاعب باهميتها، لانه بتفرط العيله اذا كان انفقد القدوه والشوره والاستشاره. انا بعتقد خي البار، بقول لك البار لانك خي صديق، انه اللي خلق الكون هو بنسميه مهندس، كمان بسموه المهندس. في نكته على الموضوع كمان. اي نعم. وحتى ماربولوس يلي حط الرسائل بيقولوا له مهندس الايمان، لانه حط الشيب اي السكلتون تبع الايمان، الهيكل العظمي تبعه، انه هول هن بدكم تمشوا فيهم. هلا في بعض اليهوديين اليوم بيطرحوا انه يا عمي لنحط مثلا، اكيد الخالق قال اعطى ادم وحواء خلق وقال له اهتم بالكون، انا خلقت وحطيت هندسه للكون الى رؤيه واضحه هي الشريعه الطبيعيه، كل ما يا ادم وحواء قلبتوا على الشريعه الطبيعيه، الشريعه الطبيعيه تقلب عليكم تمحيكم. إذا بدكم تحطوا رؤية وتشتغلوا تتعمروا، إذا بدكم تعمروا من خلال الرؤية تبعيتي اللي هي بالألاف بسميها رؤية الأنبياء، يعني حيث الأنبياء خبروا الناس شو بدهم، وإلا الآدميين بدهم يستعملوا هالوسائل يعني اللي هي بتتماشى مع رؤية الله. يعني الجسر يلي درستوه مشان بيرينج ستريت ما فيكم تعملوه وما تاخذوا الامور الطبيعيه بعين الاعتبار يلي حضرتك حكيت عنها، انه الريح بشيل كاميون بامه بيه وبزته برا، كيف ما بعمل انا جسر بيجي الريح بهبطه ثاني يوم. اذا الشريعه الطبيعيه بدي احترمها تتوصل من هون. العيله الى هندسه اساسيه، وهون الشباب والصبايا بيختلفوا مع اهلهم، لانه بعدنا بالمرحله الانتقاليه. انا بقول بعد البي والام بيقولوا يا ابني هاي مش منيحه لك وهيدي منيحه لك، وقت اللي الشاب والصبيه بيعاكسوا أهلهم ما بيعرفوا أنهم عم بيعاكسوا هيكلية لعائلة موجودة بالوجدان الإنساني، أنه ما تاخد بنت مثلا، خد بنت ضيعتك مثل بغني وديع الصافي، في هيكلية موجودة بالدي ان اي تبع البشر للعائلة، إذا نحن بنمشي عكسها بدها ترجع تقلب علينا. وبعتقد هذا اللي عم بيسبب اليوم تفسخ العائلة كتير، أنه بدي يتزوج ما بدي يستشير حدا، وما بيعمل فيزابيليتي ستدي لزواجه، وبيبقوا مستعجلين او بيعملها غلط وبعدين هون اللي عم تقول عنه انه التصحيح كل 3 سنين او 6 سنين مع التقدم بالعمر مع زياده الاولاد، هل بيضل في المجال انه يقدروا يعملوا وشو بتنصح كيف واحد يحقق هالستبس يعني هالخطى يعني بالعائله؟ اولا المحبه. إذا اثنين ما بيتفقوا ما معناتها ما ضروري يحبوا بعضهم. بيختلفوا بالرأي بس بضلوا يحبوا بعضهم، لأنه اختلاف الرأي هو حول ما هو أحسن للعائلة. فإذا ما في محبة ما راح يوصلوا للنتيجة. بدهم يشتغلوا اثنين لذات النتيجة. بتسألني إذا شو بلاقي شيء بارالال مع الخطة الهندسية؟ إذا كل مهندس عنده بفريق معين عنده هدف غير تاني ما بينجح المشروع. أسلام. ومشروع الهندسي بيبدأ ببعض البرامات بينتهي ببرامات التاني. طبعا إذا عم تعمل جسر من نقطة ألف لنقطة ب رح يضل المشروع من نقطة ألف لنقطة ب، بس المشروع البداية غير مشروع النهاية. أنا بدي أثني على جوابك، وجوابك من الإنجيل، لأنه حضرتك مؤمن. أول شيء المحبة والحب، وحتى هندسيا تفضلت وقلت أنا بترجمه بهالطريقة، إذا مجموعة المهندسين أول شيء ما بيحبوا مصلحتهم مهنتهم، ثانيا ما حبوا المشروع اللي عم يشتغلوا له، بيحبوا ما بيوصلوا فيه للآخر، وبدوا يحبوا بعضهم بعض ويحبوا صاحب العمل
أي الفكرة تبعيته، الرؤية تبعيته، أي وقت بنحكي عن تبني رؤية، إنه أنا تبنيت رؤيتك، يا صارت بنتي، صارت ابني، يعني كيف بدي أنا أشتغل برؤية بمشروع مش حابه مثل ولدي؟ من هون حضرتك والمهندسين بيصيروا يشتغلوا ليل نهار، ما بيقعدوش يناموا، بيكون عنده فكرة بده، إنه البي بينام يمكن كرمال ولاده، إنه ولاده بس، المهندس أو المخترع أو العالم اللي عنده فكرة بده يصلي ما بينام، ما بينام. أنا اللي بشوفه إنه إذا بتسمح ترجم كلمتك، اللي بغير البداية وقت نوصل للنهاية، اللي بتغير معه هو ضخ الحب اللي بحطه بالمشروع لما فيه خير العائلة. أكيد. يعني الجدلية وقت بيكون في اختلاف بالرأي بيكون هو في موضوع جدلية، والجدلية هي اللي بتعطي النتيجة. إذا اثنيناتهم على فرض رأي وعلى فرض قلبه رب يضلوا محلهم ما بيغيروا شيء، على فرض حصيرة وعلى فرض طاولة وعلى فرض كرسي. إنما اختلاف الرأي هو أساس الجدلية، والجدلية التجديدية والتحسينية. إنما تفضلت قلت من ضمن الحب لما في خير العيلة ووحدة العيلة. ومن هون اللي تفضلت وقلت إنه الغرب يلي عم يدخل علينا، يلي بجيب أفكار من برا مش واردة بقاموسنا، وبعد شوي بتصفي كأنها هي مبدأ أساسي، يي لك بعده وين صار، لك شو بتخلف، لك شو متأخر، لك يلي بدها ما بتلبس هيك، لك هذه كيف هي متأخرة. هذا عم يعمل خلل لأنه ما بقعش فيه مقاييس. وهون بدي أسألك عن المؤشرات أو المقاييس لإعادة الحساب. إذا ما عادش فيه مقاييس خسرتوا الكالكولاتريس، كيف بده واحد يعيد حسابات بالهندسة أو بالعائلة أو بالبيت؟ خسرنا الكالكولاتريس. أبونا بأيامنا كان في شيء اسمه راجل دو كالكول، ما بقاش موجود اليوم، كلهم عندهم كمبيوتر ولابتوب وغيرها. على كل حال إذا عم تحكي لي عن مقاييس بالغرب ما فينا نطبقها عنا. السبب الغرب عنده، إذا بتطلع بطريقة الحكم عنده، عندهم السنة والكونغرس بأمريكا، وبفرنسا عندهم كمان سنة. السنة هو مجلس الشيوخ، بيجي من السنيليتي هي الكبر بالسن. نعم. طب إذا عنده، إذا بياخدوا رأي الشيوخ تبعهم، ليش ما بيهتموا بشيوخ العائلة تبعيتهم، اللي العائلة المباشرة تبعيتهم؟ ليش الشيخ بالعائلة المباشرة بده يروح على ريست هوم، بينما الشيخ بالسياسة يبقى مسيس بطريقة معينة بناخد له رأيه وبيموت سياسي، وبيموت بيموت بالسياسي كمان. هيدي ازدواج المعايير عندهم، عم ننقلها نحن، عم ننقلها نحن. ما عندنا سنة، عندنا مجلس نواب الله يديم عزهم ويخلي لنا اياهم ما شاء الله. بقى عم بتمسخر طبعا ابونا. لا كلامك بمحله، بس بانه بالنتيجه اذا بنرجع بعد اليوم في عنا عائلات على تذكرتها مكتوب الشيخ. كان في عهد الاتراك والعثمانيين كان في مشايخ، اي الرجل الحكيم الفاضل يلي بيرجعوا له. هلا بالجمهوريه الخامسه اللي انا متقدم بالكتاب تبعها وحضرتك عنده وحاطط مجلس شيوخ، بالنتيجه كلمه شيوخ هن المراجع الحكيمه الفهيمه يلي بتقدر تحل مشاكل طبعاً ما بين السياسيين، خاصة بين الاقتصاديين والمجتمع، لأنه عندك جدلية تعامل ورأس مالي، هذه بعدها موجودة ما في حدا بلغيها. واليوم لبنان بأخطر أزماتها، فإذا ما في مجلس شيوخ يقدر يقتضي ويقول إنه هيدا منيح هيدا لا. إذا هم مستعملين المجلس الدستوري بس منه بهالحكم يلي بيبقى، إنه تفضلت فيه إنه الشيء كان موجود، ولكن اليوم عم نتنكره لسبب أساسي جبت سيرته حضرتك، هو ازدواجية المقاييس. لا طبعا أنا بذكر شيء من هالنوع حتى على صعيد جيشنا اللبناني من الأيام الغابرة أيام الحرب، كان عنده ازدواجية انتماء. إجا بفترة من الفترات عمل دراسة، طلع وقتها بذكر كان قائد جيش الرئيس لحود، قال له ممنوع ازدواجية الانتماء، أنت جاي الجيش وممنوع تعطي دينتك لأي واحد ببرات الجيش ولا خيانة عظمى. فهذه كيف إذا كان بالعائلة، إذا ابن البيت ودينته لبرا أو بنت البيت ودينتها لبرا. واليوم وسائل السمع كتير قوية، يعني الوشواشي هو السلولار بيلعب دور بالعقل وبالدينة، ما حدا بيتصوره من الأهل أنه يكون موجود. مزبوط. وعم بفكر الروابط العائلية، بيقعدوا اثنين مع بعضهم عم يحكوا على السلولار أكتر ما، أو عم يكتبوا واتساب أكتر ما بيحكوا مع بعضهم. 100% 100%. أنا بشكر حضورك وخبرتك بالحياة وفكر الهندسة يلي بيتطبق حتى بالعائلة، والذي لا يسمح بازدواجية مقاييس.
واخوتي مشاهدينا الكرام، هالكلام جوهر ومنه من رجل دين، من انسان مثل افضالكم، عاش وراح وبرم وحلم ووصل الى اعلى درجات العلم والفكر، وخياله واسع الى اوسع الخيالات، وهو كان بي عيله وبعده بي عيله ومهتم باصول العيله، وكل كلام مشايخ، يعني من كبارنا بناخذ الكلام، الحكمه من الكبار ناخذ الحكمه. ففي هندسه بالعيله، في هندسه بالدي ان اي تبع الانسان، في هندسه بتركيبه دماغنا، في هندسه بتركيبه عواطفنا، في هندسه بكل شيء موجود بالكون. اذا واحد بده يجيب اخبار وحكايات من عده مجالات، من عده افلام، من عده اخبار ووسائل، بتضيع مقاييس الاحتكام، مقاييس الوزن، مقاييس المحبه، ومن هون بصير في خلل، وبصير نتساءل شو سبب الخلل، شو سبب امراض النفسيه، شو سبب امراض الجسديه. هو خلل بالاساس الهندسي اللي الله خلقنا عليه. نشكركم وان شاء الله نلتقى بحلقه قادمه مع اشخاص كمان نستفيد منهم باهميه الرؤيه والقيم في حياتنا المسيحية الاجتماعية والوطنية. شكراً.